أكد رئيس البعثة الطبية المصرية عمرو قنديل أن البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة بدأت عمل مسحات بالمجان للحجاج الراغبين والعائدين إلى أرض الوطن. يأتي ذلك للاطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا، ذلك وفق المبادرة التي أطلقتها الوزارة اطمن على نفسك. نتابع. في إطار ما تقدمه البعثة الطبية المصرية بعياداتها كافة من خدمات تشخيصية وعلاجية بل ووقائية، حرصت على توفير مسحات للاكتشاف فيروس كورونا من خلال مبادرة اطمن على نفسك ومعك حتى تصل بأمان، وذلك لضيوف الرحمن العائدين إلى أرض الوطن والراغبين في عمل تلك المسحات بالمجان. طبعا احنا عارفين ان في دلوقتي زيادة في معدلات انتشار الكورونا دي في مستوى العالم، وطبعا في اقليم شرق المتوسط وهنا في السعوديه وفي مصر في زياده خلال الاسبوع دوت والاسبوع اللي فات عن الاسابيع السابقه. فاحنا بنعمل دوت كده عشان كل واحد يبقى يحافظ على اسرته وعلى نفسه كمان. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا هنعمل كمان للناس لما توصل ان شاء الله في المنافس، في هناخد نسبه 15% من الحجاج بطريقه عينه ممثله للحجاج، ان احنا هنعمل لهم بي سي ار. البي سي ار دوت مش عشان بس نشوف الكورونا، لا، عشان نشوف الكورونا وعشان نشوف لو في انفلونزا ولا لا، وعشان نعرف نوع الكورونا ايه هي ونوع الانفلونزا، هل في متحولات جديده ولا لا. ده مسح هنعمله ان شاء الله على الحجاج وهم عائدين، بالاضافه ان احنا الحجاج كمان بناخد بياناتهم، اوكي، وغير ان احنا بناخد البيانات دي عشان يتم متابعتهم بعد وصولهم إن شاء الله لمدة 14 يوم. عمل التحليل السريع للتأكد من عدم إصابة الحجاج بأي عدوى فيروسية خلال التزاحم وأثناء أداء المناسك يتم وسط إجراءات احترازية غير عادية من خلال كوادر طبية مؤهلة لذلك. غالبية المسحات الحمد لله بتتم على خير ما يرام، بنقوم بيها إن شاء الله، ولو في أي حد عنده يعني نتيجة إيجابية ولا حاجة بيتم عزله طبقا للإجراءات الوقائية المتبعة إن شاء الله. لكن الحمد لله الحجاج بتوعنا بخير الحمد لله، وغالبية المسحات كلها سلبية الحمد لله. إن احنا بندي نصايح من دلوقتي حتى سواء النتيجة سلبي أو إيجابي، إن الحاج لما يوصل بالسلامة إن شاء الله هيعزل نفسه 5 أيام بعيد عن أهله بعيد عن عيلته لحد بس ما يطمن إن الدنيا كلها كويسة بإذن الله، ودي إجراءات احترازية بناخدها مع كل عائد من الخارج. الحملة بدأت من امبارح، الإقبال نوعا ما في ناس مقبلة على إن هي تيجي تطمن على نفسها، والحمد لله رب العالمين لحد دلوقتي لم تظهر أي حالات إيجابية ظهرت في وسط الحجاج اللي احنا عملنا لهم التحليل. قبول واستحسان من قبل ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين لما يقدم لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية بل ووقائية على مدار الساعة. أكثر مما كان الإنسان يتخيل، يعني تنظيما وإضافة و خاصة الإشراف الطبي والبعثة الطبية حاجة يعني محترمة وفوق الوصف. في ناس معايا قوم عملوا مسحات وحاجة كويسة جدا جدا وطمنوا والحمد لله، يعني حاجة محترمة بصراحة. يعني دي كويسة جدا طبعا، أنا بطمن على نفسي في نفس الوقت قبل ما أروح، وبرضو في مسحة تانية بيقولوا في المطار إن شاء الله وربنا كريم بإذن الله وربنا يقويكم. وبيطمنوا علينا وعلى صحتنا، وهنا قاعد دكاترة حلوين بيساعدونا وبيعملوا لنا اللي احنا عايزينه. المسحة دي 100 100 والله، كل حاجة تمام والله على ما يرام، ونشكر البعثة الطبية والأطباء اللي قايمين عليها. أول ممتازة يعني، مش يعني متواجدين 24 ساعة، الناس شغالة على حساب صحتها وما تخدم البعثة زي الكتاب مما يقول، وهي دي مصر وحلاوة مصر يعني، وتحيا مصر. مبادرة اطمن على نفسك واحدة من المبادرات الفاعلة، وأقبل ضيوف الرحمن عليها يؤكد وعيهم الكامل بأهمية تلك المبادرة للعودة سالمين آمنين لذويهم. نسأل الله القبول. محمد حلمي، التلفزيون المصري.